من بعد ما أعلن كل من نارين بيوتي وموفلوكس عن عودتهم مع بعض للسوشيال ميديا بشكل رسمي، تفاعلت كل من سيدرا وشيرين على ستوريهات انستغرام، فقررتا عمل فقرة أسئلة وأجوبة بسيطة مع المتابعين، واللي كشفوا من خلالها حقيقة علاقتهم مع مو حاليا بعد نهاية الخلاف بينه وبين أختهم نارين. فشاركت سيدرا هي الصورة واللي كانت آخر صورة أخذتها مع مو بدبي، أما شيرين فشاركت هالفيديو اللي جمعها مع مو بدبي، وشاركت كل من سيدرا وشيرين صورة لهما وهما عم يبكوا، وشاركت سيدرا صورة مع شيرين ومع شيرو ومع أنس وبيسان واللي كانت من محادثة، وشاركت أيضا صورة لها بعد عملية أنفها. أما شيرين فشاركت هي الصورة وعلقت بي مالي عاملة أنفي، وإجاها تعليق من متابعة كتبت بس سويتي فيلر، وعلقت شيرين بي صح من سنتين أو أكثر بس الفيلر بيروح بعد 9 شهور، ووصلت بي عملية على الطريق عم أمزح والله. وبالأخير شاركت هالفيديو اللي جمعها مع أبوها وعلقت بي بابا ما بيحب يتصور بس بيحب يعمل فايب معي.